كشف موقع عربي 21 عن معلومات خطيرة من داخل القصر الرئاسي في تونس تفيد بوجود خطة يجري الترتيب لها من أجل تلفيق اتهامات بضلوع حركة النهضة بأعمال إرهاب، وذلك تمهيدا لشن حملة أمنية تستهدف قادة الحركة وعناصرها، وذلك بعد أسابيع من قرارات قيس سعيد بتعطيل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والانفراد بالسلطات. وكشف مصدر مطلع على شؤون الرئاسة التونسية عن خطة لتلفيق اتهامات ضد النهضة وزعيمها الشيخ راشد الغنوشي بالضلوع في تجنيد مسلحين ينفذون عمليات إرهابية من أجل تبرير الإطاحة بهم وتدبير حملة اعتقالات تطال رموز الحركة. المزيد عن هذا المخطط في هذا العرض. وللمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب من تونس السيد عبد الحميد الجلاصي المحلل السياسي. أرحب بك سيد عبد الحميد. بمتابعة بعض الصحافة التونسية الصحافة الصفراء يلحظ وكأنه يعني بدأت إرهاصات لمثل هذا المخطط تظهر، هل تتابعون مثل هذه الإرهاصات وتستشعرونها؟ اهلا مرحبا بك، مرحبا بكل المشاهدين. بطبيعة الحال الان في البلد هناك نوع من حالة الانفلات، وهناك كل القطاعات بعضها يصطفوا بطريقة انتهازية مع الانقلاب ويغذي مناخات الرعب ويغذي مناخات الإشاعة، والبعض الاخر يشتغل بطريقة مهنية. والاعلام التونسي كل المصالح الكبرى تشق مثل هذه التناقضات، بالتالي احنا نجد نوعا من الاعلام الان يغل في سيناريوهات ومشاهد جديره بهوليود، ولكن نتيجتها خطيره جدا. نتيجتها انها علاقات تونس مع جيرانها، نتيجتها انها تبث مناخات متاع نوع من الحروب الأهلية مع المواطنين، نتيجة أنها تهدد حتى المؤسسات العسكرية والأمنية. ولكن في كل الحالات إن كان هذا موجودا ف
الآن بعد أكثر من شهر وعشرة أيام من الانقلاب، أنا أقول أن الاتجاه بتاع المقاومة، الاتجاه بتاع صلابة الواحد الديمقراطي منا في البلد، هو أكثر من الاتجاه منا بتاع الهشة ولا بتاع الانتهازية. بين قوسين بعض وسائل الإعلام هذه التي ربما تشيرون إليها، عادتها هي هذه، عادتها هي أنها تكون مع كل واقف، تكون مع كل سلطان. في عهد بن علي كانت منهجها هو هذا، بث الإشاعة واختلاق السيناريوهات المضحكة أحيانا، المبكية أحيانا أخرى، وفي غالب الوقت بإضاءات وهمية. رجعت تقريبا كما يقال حليمة إلى نعم عادتها القديمة. ولكن كما قلت، هناك أيضا إعلام تونسي يبث الرأي والرأي المخالف، يبث حتى منهم مساندون للانقلاب لكن بطريقة عقلانية، وأيضا ينشر الآراء الأخرى المعترضة والمتحفظة وغيرها. نحن إذن في صلب معركة، ولكن ما أنا في تقدير البعض يريد أن يصطفى الرئيس بانتهازية، وهم أكثر من يضرونه. البعض ربما يريد أن يبث مناخا من الإشاعات ومن الخوف في القصر، ويقال أن القصر له نوع من القابلية لمثل هذه. ولكن ما أنا في كل الحالات، الإعلام الإلكتروني والرأي العام والنقابات الصحفيين، نقابة الإعلاميين أيضا كان لها موقف من للتنبيه لمخاطر مثل هذا الأداء الإعلامي نعم المهين لأصحابه، والذي يمكن أن يهين مجمل الفضاء الإعلامي. طيب، الخطورة سيد عبد الحميد أن المخطط كما ذكرت المعلومات يتم تدبيره من داخل القصر الرئاسي، وهذا يعني بأنه الرئيس قيس سعيد ضالع في هذا المخطط. مماطلة سعيد في قضية خارطة الطريق ومماطلته في قضية الحوار، هل يعني أنه ينتظر شيئا ما، يماطل من أجل الوصول ربما إلى هذه اللحظة، لحظة شيطنة حركة النهضة للانقضاض عليها؟ دعني أعطيك عمق ما أفكر فيه. نعم. بقطع النظر على رغبات رئيس الجمهورية، أو بقطع النظر على رغبات بعض المحيطين برئيس الجمهورية، وربما البعض منهم يحلمون باستمرار مراحل من تاريخ تونس، ربما يحلمون بنوع من محطات نتاع بداية التسعينات. ولكن أنا في تقديري، رئيس الجمهورية له مخططه، وهذا البطء هو في تلك المنطقة التي يبعث فيها ما بين ما يريده من تعطيل للدستور وتعطيل نهائي للبرلمان والذهاب إلى نظام سياسي كما يتخيله وكما يتصور، وبين ما يمكن أن يتحقق. لأن هذه الإرادة وهذه الرغبة وهذا التصور تقابلها مجتمع مدني له وجوده، تقاليد سياسية راسخة في البلد لا تقبل مثل هذه المسائل، جهاز قضائي على عيوبه. بالتالي هو الموضوع هو هنا، في أنه لم يجد ربما طريقة ساكتة لتنفيذ ما كان يحلم به أو ما كان يخطط. هل أنه يلجأ لسيناريوهات تذكر بمرحلة تاريخية سابقة؟ أتصور كما قلت منا بقطع النظر على الرغبات، أتصور لا، اعتبار الآن لم يجد. نعم. هناك جهاز الأمن الذي يشتغل بالتعليمات، والذي كان هو طرفا رئيسيا في بركة هذه الملفات من في وقت سابق. لم يعد هناك جهاز قضاء يشتغل بالتعليمات، لم يعد هناك إعلام يشتغل بالتعليمات، والجهاز نتاع حقوق الانسان وغيره من في تونس من له في تقديري من الصلابه، بحيث هذه المخططات الطفوليه ان وجدت في تقديري لن تاخذ طريقها، وبالتالي سيكون مصيرها هو فشل وفشل اصحابها في نعم. نظام ديكتاتوري في منافع راسخ كما في عهد بن علي فشلت مثل هذه التلفيقات، فما بالك في سياق ديمقراطي. وبالتالي انا اشكك
في مصداقية مثل هذه السيناريوهات وفي أحسن حالات إن وجدت فهي مثل بالونات الاختبار من الأكثر والأقل. وأخشى أن تكون حتى بعض وسائل الإعلام الصديقة للثورة والصديقة للمسار الديمقراطي في تونس أن هي التي تنشر مثل هذه الحقائق خوفاً على الديمقراطية وخوفاً على المسار الديمقراطي، ولكن في نفس الوقت هي تخدم منار ربما أغراض أخرى ترسخ المعنى نتاع الضبابية ونتاع الحيرة في المشهد. بالتالي بالنسبة لي أنا لا أرى ولا أصدق أن يكون هذه حقيقة ما يفكرون فيها، حتى كما قلت من بعض من في القصر بقطع النظر على رغبتهم ربما في التخلص من بعض الكتل السياسية وبعض الخصوم السياسية. نعم، ولكن إذا صحت مثل هذه المعلومات، هل لدى المجتمع المدني الذي تحدثت عنه والقوى السياسية وتحديدا هنا حركة النهضة، هل لديها أي تصور للحركة للتعامل مع مثل هذا المخطط؟ على كل أن جزء من السؤال أستطيع أن أجيبك عنه والمتعلق بالمجتمع المدني وبالأحزاب والحقوقيين وغيره وحتى بالقضاء وبالمؤسسة الأمنية وبالمؤسسة العسكرية، هذا أستطيع أن أجيبك عنه. بالنسبة لحركة النهضة أنا لست مسؤولا فيها واستقلت منها. طريقة تفكير قيادتها في مواجهة مثل هذه السيناريوهات هم المسؤولين هم اللي يجيبوا، لكن فيما كما قلت أنا في التسعينات سلطة بن علي في قمة جبروتها هناك ضغوط على المؤسسة القضائية بتاع التعليمات والمؤسسة اللي كانت تحت سلطة بن علي ويتحكم فيها، ومثل هذه المخططات لم تمطلي على أحد. الآن أيضا أنا أقول أن هذه لم تمطلي على أحد. هذا كما قلت إن صدقت مثل هذه السيناريوهات وشخصيا لا أصدقها، فهي إما مجرد أحلام أو أنها نوع من البالونات الاختبار. أشكرك جزيلا سيد عبد الحميد الجلاصي المحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من تونس.